الحمد لله حنا كلاعبين واعيين بالمسؤوليه، يعني جمهور فريق نهضه بركانيه كينتظر هذا الفريق، هذا فريق الصبر باش يحقق نتيجه ايجابيه. هذه تكون اول مقابله اللي كما كنقولوا حنايا، جرينا عده مقابلات وديه الحمد لله، كاين اللي حققنا فيها نتائج ايجابيه، كاين اللي تعثرنا فيها، ولكن هذه هي كره القدم. مي غادي ندخلوا للمنافسات اللي هي ديال كاس العرش اللي كتعرف مفاجات، لاعبين ضد فريق النادي القنيطري اللي فريق كنحترموه وكنحترموا اللاعبين ديالو اللي كيلعبوا بنديه، وحنا مستعدين هذه المقابله هذه بما فيه الكفايه مع المدرب. نتمنى ان شاء الله باش يكون فيها الانتصار لصالح نهضه بركانيه ذهبا وايابا ان شاء الله.